جاءت القرارات الإصلاحية لأوضاع صناديق التقاعد في مملكة البحرين في المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 لتؤكد على أهمية المراجعة الدورية والمستمرة للأنظمة والقوانين المعمول بها ومدى ملائمتها للتطورات المجتمعية والاقتصادية، في تأكيد على مدى حرص المملكة على اتخاذ التدابير اللازمة لوقف أسباب الزيادة في المصروفات المترتبة على صناديق التقاعد.